فخمه فيروز فخمه فيروز. انا مش قادره على الاغنيه طب الصراحه. مندمجين على الاخر اكيد. يمكن كمان محمد جزار كمان يمكن كان مندمج معنا. محمد كيف لما كانت طلع فيروز عم تغني كيف كان اندماجك معنا؟ يعني اكيد ما في خاصه الصبح ما في بعد اغاني فيروز هاني اكيد فخمه فيروز اكيد. وهلا من الفخمه فيروز لا الفخم محمد جزار زميلنا ننتقل الى جوله بالصحافه العربيه. تفضل محمد. تفضل مشاهدينا. البدايه من ابرز عناوين صحيفه المستقبل وفيها حرب للمستقبل نصر الله ياسر الرئاسه الجبير الاسد سيرحل عسكريا او سياسيا قضايا 16 ضحيه جوعا بعد ادخال المساعدات الحشد الشعبي ينهب مصفاة النفط في بيجي قصف روسي وأسدي على مخيمات نازحين في ريف اللاذقية 250 منظمة مجتمع مدني سورية تدعم الهيئة العليا للمفاوضات المرصد السوري قرابة 1400 مدني ضحايا الضربات الروسية وثيقة مسربة الأمم المتحدة غير قادرة على فرض وقف إطلاق النار في سوريا سويسرا تفرج عن سوريين اشتبه بعلاقتهما بمتطرفين وفي صحيفة الغد يتحدث الكاتب إبراهيم جابر عن خطاب الفنان السوري دريد لحام وهو يقدم المدائح غير المسبوقة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية دعونا نتابع مات غوار الطوشي ذلك الفتى الذي تربى في بيتنا أيام الأبيض والأسود وكان يضحكنا ويبكينا وينام بجانبنا كأنه فرد من العائلة كنا نتعاطف معه رغم أننا نعرف أن الحق مع ذلك السمين الطيب حسني البورزان وأن فطوم تستحق هذا الرجل الرزين حسني وليس ذلك الفتى المحتال ذلك هو دريد لحام الذي يدفن الآن بيديه القاسيتين بطلنا الشعبي غوار الطوشة ويتخلص من ماضيه ويستنكره بشدة دافنا عروبته بنكران قل نظيره حين يخاطب المرشد الأعلى الإيراني بقوله إن بلادنا ازدادت قداسة حين دخلها جنودك ويضيف مخاطبا المرشد في عينيك الأمل وفي كلامك أمر يلبى ماتت تلك الأيقونة مات غوار الطوشة دفانه دريد لحام فحين كنا نتحدث عن الدور التراكمي للثقافة والفن كنا نقصد بالضبط ما كانت تفعله الرسائل والإشارات التي تحملها هذه الثقافة ويحملها هذا الفن أليست الثورات حصيلة وعي تراكمي لم يكن غوار الطوشة ممن صنعوا هذا الوعي فلماذا يدفن رجل نفسه حيا وفي صحيفة العرب إيران تستثمر رفع العقوبات للسيطرة على لبنان جنيف السوري بلا أفق الاتحاد الإفريقي واقع تحت تأثير أجندات داعمة للانفصال استعدادات أمريكية حثيثة لمعركة الموصل ونبقى في صحيفة العرب المعارضة السورية تلتحق بجنيف بعد حصولها على ضمانات باريس قد تعترف بالدولة الفلسطينية لمنع انهيار حل الدولتين أوباما يدعو للتصدي لتوسع داعش في ليبيا موسكو تعارض فرض عقوبات على جنوب السودان الحوثيون يشنون حملة اعتقالات في صفوف النشطاء والصحفيين ومن صحيفة القدس العربي نقرأ للكاتب صبحي حديدي الذي تحدث عن مقدار الانحطاط الذي هبط إليه حزب البعث العربي الاشتراكي واندثار شعاره الشهير أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة متابع من مجازر حماة في سوريا إلى جرائم الحرب في حلبجة العراقية والغوطة السورية ومن احتلال لبنان إلى اجتياح الكويت ومن وأد انتفاضات العراقيين في الجنوب والشمال إلى محاولة وأد انتفاضة الشعب السوري الراهنة باستخدام كل الأسلحة في ذلك كله ثمة منطق صارم يربط البدايات بالمآلات التي سوف تفضي إلى النهايات لا حاجة هكذا إلى المساجلة حول مقدار الانحطاط الذي هبط إليه هذا الحزب ليس بدلالة ما آلت إليه قيادته القومية وبالتالي اندثار شعاره القومي الشهير أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة فحسب بل بدلالة الموقع الراهن لقيادته القطرية ذاتها والسيرورة الثابتة التي أدت إلى ابتذالها وتفكيكها واهترائها وليس عجيبا في المحصلة الراهنة أن الدراما التي صالحت فيخت مع نيتشا في سنوات التأسيس تخلي اليوم مكانها لتقاسم وظيفي بين ولاية الفقيه علي خامنئي ومافيا القيصر فلاديمير بوتين وبينهما أيضا عصائب الحق ونقرأ من صحيفة الحياة استعجال سوري للمواجهة المباشرة في جنيف السعودية تكشف هوية إرهابي مسجد الأحساء الخنادق وحدود الطوائف تثير جدلا في العراق
المقاومة عند البوابة الشرقية لصنعاء. وفي صحيفة الحياة أيضا: باريس تريد انتقالا سياسيا لا مكان فيه للأسد. الهيئة المعارضة تتمسك بجدول زمني واهتمام أمريكي روسي بالعملية. المعارضة السورية تهدد بالانسحاب من مفاوضات جنيف إذ واصل النظام جرائمه. المرصد السوري مقتل 10 مدنيين في غارات روسية على الأرجح في شرق سوريا. تظاهرات فرنسية احتجاجا على مصير الحريات. وفي صحيفة العربي الجديد يشير الكاتب برهان غليون إلى أن التناغم غير المسبوق بين جميع مكونات المعارضة السورية والهيئة العليا للتفاوض. نتابع. لعل أعظم ما حصل سوريا في الأسبوع الماضي وأنعش الأمل في إمكانية إحباط الخطط الأمريكية والروسية والإيرانية والإسرائيلية معا هو التناغم غير المسبوق بين جميع مكونات وأطياف الرأي العام الثوري والمعارض، مع المواقف القوية لهيئة التفاوض العليا التي رفضت الانصياع لإرادة الدول الكبرى والخضوع لابتزازها. ولذلك أثار إعلان هيئة المفاوضات عن قبولها حضور محادثات جنيف بعدما قدم لها من تطمينات دولية قلق قطاعات واسعة من الرأي العام السوري المعارض الذي تابع مقاومة الهيئة الضغوط الدولية وتحمس لتمسكها الرائع بحقوق السوريين الأساسية وعدم المساومة على الانتهاكات الصارخة التي وصفتها المنظمات الإنسانية بالجرائم ضد الإنسانية. مفاوضات السلام معركة قد تكون أصعب من المعركة العسكرية، لا يمكن أن نهرب منها ولا يمكن أن نتهاون فيها وفي الإعداد لكسبها، وهذا يستدعي قبل أي عامل آخر أن نبقى موحدين خلف وفد المفاوضات وأن لا نوفر أظهار دعمنا وتأييدنا له وثقتنا به وبحرص رجالاته على مصالح سوريا وشعبها. ومن الصحافة السورية نقرأ في صحيفة عن البلدي: وفد الهيئة العليا يصل جنيف بعد حصوله على تطمينات. تركيا الموت غرقا ل33 طالبا للجوء بينهم سوريون. مقاتلة روسية تخترق المجال التركي وأنقرة تحذر من العواقب. ألمانيا تصدر جملة قرارات تخص اللاجئين بمن فيهم السوريون. محاصروا مضايا يصارعون الموت رغم المساعدات. عقب مظاهرات أطاحت بسلفه، تفتناز تختار رئيسا جديدا للمجلس المحلي. تنظيم الدولة يفرج عن 16 أشوريا في الحسكة. فصائل المعارضة تبدأ معركة جديدة في حماة. مصادر موالية تكشف أسماء وفد النظام السوري إلى جنيف. والآن نتابع معكم مختارات من رسوم الكاريكاتير. لهن مشاهدينا ممكن وصلنا لنهاية جولة الصحافة، برجع مباشرة لسونيا وهاني. نعم محمد، بالجولة اللي عملتها اليوم استوقفني كتير مقال بجريدة الغد بخصوص موضوع غوار. نعم. الطوشي مقتل. صح. غوار، يعني انه فعلا دريد لحام قتله لغوار. والمفارقة محمد انه نفسه دريد لحام اللي عم بينتقد ما يسمى بأسلمة الثورة السورية هو عم بنشد او عم بيحكي عن الثوره الايرانيه، ما بعرف شو لازم هي. يعني هاني انا بصراحه ما استغربت هذا التصريح، يعني لانه كان في تصريحات سابقه له. نعم. و يعني بس انه اتصل معه لهون هذا مستغرب، يعني من يقتل الان السوريين هو
هن قوات الحرس الثوري وال... نعم والثورة الإيرانية هي ثورة أصلاً إسلامية، يعني خلينا نكون كمان صريحين، يعني هالتناقض اللي عايش فيه جريد الحمد. بدي أشكرك كثير محمد جزار، شكراً لك. كل شكر محمد.